أشاد عدد من أهالي قرى محافظة سوهاج بجهود مبادرة حياة كريمة في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بعد توجيه الرئيس السيسي باستكمال جميع إجراءات رفع كفاءة القرى الأكثر فقرا. جاء ذلك خلال جولة قامت بها قناة تان في قرية ملوي بالمحافظة. احنا بنشكر الرئيس على الحياة الكريمة، يعني والحمد لله البيت بقي عن الأول مختلف كتير. الاول كان البيت طينه وعجين يعني، ولو جتنا طيابه ولا شويه ميه كنا نضمن الشارع اكثر من البيت. وقد الوضع الحمد لله اختلف كثير، ونشكر الرئيس برضه والحياه الكريمه ان خاطر احنا البيت بقى الحمد لله كويس كثير، بقينا ننام في امان ونعيش في امان. البيت كان عجين، لقيت لقي حياه حلوه، بلاط وسماريك وبل وميه ونور ومراوح، كنا شايفين المراوح. نشكر الرئيس السيسي على حياه كريمه. البيت كان عجين وكان واقع، بقي صلاة النبي 100%. استفدت منها قرض من جمعية الأورمان، قرض حسن، ووسعت يعني جبت بيه فراخ وشوية مجمدات ورياشة. احنا حاليا في قرية الشيخ مكرم قمنا بمسح شامل للقرية والوقوف على عدد 25 منزل، قمنا بهدمهم بالكامل وبنائهم من جديد، ثم بعد ذلك عمليات المحارة، التعريش، النجارة، السيراميك. بيتنا بقى حلو من فضل الرئيس السيسي ان عملنا البيت في سيراميك ومية وكهرباء وبيبان بنشكر المبادرة ان احنا هم اللي بيتنا كان عجين وكان هيوقع علينا، الحمد لله بنوه لنا جمعية الأورمان، والحمد لله بقي بيتنا نظيف وبقى عايشين حياة كريمة الحمد لله رب العالمين.